عليكم. عليكم السلام. وصفتنا اليوم هي على هذا الكركدي. الكركدي اللي هو كنديروها كيديروا في الدول العربيه كيديروا عصير، وتنديروا حنا تنديروا في الوصفات ديال التجميل وكلشي. دابا انا هذا النهار غادي نوريك كيفاش كيصلح الجسم كله. كنديروه مع الله يسهل اللي كيكونوا من هنايا كحلين ولا فهاد القناه هذه كيحيد التصبغات. كيحيد التصبغات والكلف في الوجه، وتحيد طبيعه كحلين المهم مزيان للجسم كله اللي بغى يديرو في الجسم ديالو كله. كيوحد اللون بالنسبه للعيالات ولا الرجال كيوحد اللون. وغادي نزيد مع هاد المكونات اللي هما معروفين حتى هما تيكونوا بحال بحال حتى هما تيصلحوا لهذا الغرض هذا. ترطيب وتبييض هذا الياغوت مسوس، وهذا نشط الدورة. نشط الدورة. بالنسبه للكركدي غيطلع لهم معلومات عليه بالجسم ومورها غادي يطلع لهم النشاط وغيطلع لهم الياغورت. خلاص هما الياغورت راهم عارفينو هذا الكركدي كنديرو حتى في ديالو. تنديرو حتى في الراس في الشعر مع الوصفه ديال الشعر. ولكن هذاك راه كيصبغ، انت درتي في الوصفه ديال الصباغه. اه حنا كنديرو في الوصفه ديال الشعر كلشي. دابا هاد يعني اللي عنده الشعر لونه مفتوح ما يديروش في شعره حيت غيصبغوا له. حتى اللي عنده الترسي تيطلق. اللي عنده الترسي هابط تيطلع طوطي، لان دابا الصيف على الابواب. هذا هو هذا الماسك هذا هو وقيته سبب الشمس. السيدات اللي كيمشيو للبحر ولا كيمشيو للشمس ولا كيمشيو ولا حتى هادو اللي تيخدموا في الشمس ولا هذا، هي ودخل الى في الليل ملي كتسهد كديرو راه عرفتي ما كيخلي حتى شي زيخليش ديك الكحوليه ولا ديك السموريه تتشد في الجسم، تتخلي الجسم ديالها كيرطبو كيبيض كيبيض. المهم كتحارب هذيك الكحوليه اللي كتحوليه ديال الشمس حتى التجاعيد ما تيخليهاش. انا غادي نطحن هذا ونرجع لك ان شاء الله. واخا طحن. ايه طحناه شفتي صح ما كيضربش بزاف، بس اصلا سخنته شويه في المقلاة عاد طحنته باش كيطحن مزيان. وما خص يكون يرطب باش ما يجرحش البشره. اه فهمتي صافي. يعني القياس ديال مره وحده مره وحده الا كان جسمك كله، الا كان غير الوجه لا راه كيكون فيه جوج مرات. بسم الله ناخذ هنايا يا غوت. واش غير نص ولا وحده كلها؟ وحده كلها في هذا القياس اللي عطينا. اللي بغى يدير بزاف جوج الناس ولا هذا كيدير جوج، كيذوب المقادير وصافي. شتي كيجي التطبيق ديالو ساهل. اه النشا ما درتهاش كلها حيت هي كتنشف. صافي هكا كيجي بحال هكا. هانتي كديريه في وجهك ولا في بلاصه كاع اللي فيها اللي كتكون كحله، كتكون فيها ديك الكحوليه هذيك البلاصه فين كنكون كنصلي وكتعطينا واحد البلاصه فيها كحله ولا كتحيد داك كتكون في الركابي ولا في القناص هنا ديال اليد. هانتي شتي كتجي كيجي فن النتيجه ديالو زعما النتيجه كتجي غزاله النتيجه، يعني ماشي 100% كتصدق، لان مع هاد الجو دابا ديال هاد الوقيته ديال الصيف كاين بنادم تيخرجتي الجو كيجيبو جو اسمر اسمر الحراره شتي هكا كتبقى تدي بحال هكا تحكي مزيان 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 صافي راه كيعطي نتيجه يخليوه تقريبا واحد ربع ساعة هكا ساعة ولا نص ساعة ما عندوش تما حتى شي مشكل. صافي غسلوه مزيان ما كيخليش الوجه احمر التصبغات كيخليه حتى الوجه تيخلي فيه تيخليه منور يعني فيه واحد المورد فيه بحال اللمعة اللمعة فيه واحد اللمعة.
هذا كانوا كيديروه زمان في الصابون. كنا كنديروا في الزفاف، كنديروا مع شويه الصابون قبل ما كنعرفوا لا دانون ولا هذا الشيء ديال النشا، كنديروا غير مع الصابون، صابون بلدي. صابون بلدي وكاين اللي كيديروه مع الغسول. كنا كنديروا عاوتاني مع الشامبوان. كنا زعما هذا الشيء ديال زمان حنا عاوتاني رجعنا ليه، كنلقى هو اللي يصلح في الحقيقه. ما هذا الشيء الكيماوي وهذا التخربيق كله كيرجع على بنادم شتي. إيوا هادي هي الوصفة ديالنا ديال هاد النهار، فهمتي شتي غادي تتصلح كتقد هاد البادرة تقد الجسم كامل بالنسبة للوجه بالنسبة يعني حاجة طبيعية ما تتخاف منها ما والو، يعني في المناطق الحساسة ما تسبب حتى شي مشكلة حساسية لا والو، لا حتى حاجة يعني 100% الدراري والبنات العيالات كأي واحد كي يجي مع هذا السميتو ما كيدير له حتى شي حاجه، وما طلع لهم معلومات على عاوتاني من جديد على الكركا ديال الجسم ونشاط طبيعه الحال، حتى هو راه غني على التعريف هذا الشيء ديال تبيض الوجه والترطيب، حتى يخليها تخلي تعطي واحد القص كاع جاي يا غورت كذلك غطلع لهم معلومات. ما كيخليش الوجه احمر يعني بحال لا غسلو سالاو، واش يبقى يخلي لي مازال هذا ولا غيزول في مره؟ لا لا كلشي تيزول تغسلي ما كيبقى حتى حاجه، كيبقى غير وجهك ساعتي تغسلي شنو غدير غتغسلي لنا يديك وتورينا النتيجه واخا هانسيتي غسلتو غير بالماء ما دارت لا صابون لا والو، ما خلى حتى شي صبغه، ما صبغ لي يدي ما والو شتي، كيخلي لها الصباع غير حتى حاجه يعني في الوجه يديرو ما يخافوش. لا ما تخافيش كاع هاد كاين اللي كيدير الماسك ديال الكركم. لا لا ما كيدير حتى حاجه وكيخلي ليه الصفريه في وجهه. لا لا هذا دابا والله الا ما درت له كاع لا الصابون لا حتى حاجه، غير بالماء غير بالماء باش غسلتها واشتي، وبالعكس انا دابا يديا شتي كيبيضات عاوتاني مع الكحوليه ديال الشمس وديال كطلعوا للسطح كنشرو كن يعني حتى اللي ما تيخرجش وداك الشيء راه كي مزيان يدير هاد الوصفات هادي حتى الدات ديالنا تتغدى من هاد العسل الفيتامينات ديالو. هادشي اللي كاين. اما تبارك الله عليك، شكرا على الوصفه ديال اليوم، والله يعاونك. الله يعاونك، سلامة. وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنساوش تطبقوا الوصفات، بعثوا لنا بالصور على المواقع اللي تلقاو الروابط ديالها في صندوق الوصف، كذلك الاشتراك بالنسبه للزوار الجدد والضغط على الجرس لتوصلنا بكم ما هو جديد على قناه سيده الدار، والى اللقاء.